نقوم بمهامنا كمحاميات ومحامون على الضحايا. الرسالة ديال الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أو الاحتجاز التعسفي اعتبرناها أو عنونتها أنا شخصيا بأنها الرسالة الإنسانية المفعمة بالثقافة الحقيقية لحقوق الإنسان، وأنها جاءت كرد فعل على الأساليب والأكاذيب التي اعتمدها المحيطون بالسيد توفيق بوعشرين وهو نفسه، لأنه ممثل بدفاعه حاولوا ما أمكن أنهم يعطوا لهذا الرأي الاستشاري أكثر من حجمه، وهم يعلمون جيدا أنه بني على مجموعة من المغالطات، والقاعدة الفقهية تقول أن ما بني على باطل فهو باطل. نحن اليوم نسعى بكل الآليات الممكنة وحتى الآليات الدولية رحنا كنفكروا فيها بشكل جدي باش نبينوا لهذا الفريق أن اعتماده لمصدر ديال السيد توفيق بوعشرين او من اشتغل في 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 هذا السياق، اعتماده على هذا المصدر وعلى ما قدمه من وثائق راه كان في واحد النوع من الظلم للضحايا. الرساله دارك بها الفريق الاممي الاخطاء اللي ارتكبها في الراي، واللي هي سابقه انه يراسل فريق اممي، يراسل الضحايا ويعبر على تعاطفه معهم، وهذا هو الاساسي بالنسبه لنا اليوم. كنعتبروه واحد الانجاز بالنسبة للمسار الملف. اليوم المبادرة مع الندوة الصحفية مع وسائل الإعلام، كاين مبادرات أخرى للتواصل مع المجتمع المدني، مع السياسيين، مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى غير كل المؤسسات الحاكمة، يعني كل المتدخلين اللي يمكن يدخلوا في ملف فيه جرائم ارتكبت من أخطر الجرائم اللي هي جرائم التجار بالبشر. تواصلنا مع المؤسسات التشريعية، كان تجاوب إيجابي في الحقيقة يثلج الصدر. كانوا كيتسناو مبادرة بحال هذه على الأقل توضعهم في الصورة الحقيقية ديال الملف وما يجري وقائعه. كاين كذلك من بعد من هذا غنحاولوا نتواصلوا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طلبنا موعد معهم. طبعا هذه مؤسسة كتحكمها مبادئ باريس واللي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي اليوم راه كاين القانون ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن واجب المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه كيتبع الانتهاكات ديال حقوق الإنسان فين ما كانت فردية ولا جماعية في المغرب. مؤسسات أخرى حكومية، وزارة الصحة، وزارة التضامن والأسرة والشؤون الاجتماعية إلى غير ذلك، اللي فيها كتشرف عليها الوزيرة بسيمة الحقاوي، وزير الدولة في حقوق الإنسان، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، يعني كل الهيئات ذات صلة بالموضوع لضمان وحماية الضحايا في التجار بالبشر. هو من الطبيعي يكون حضور الجمعيات النسائية في ملف من هذا النوع، لأن في انتهاك لحقوق هاد النساء، وبصفتنا كجمعية تناصر حقوق النساء وكتناهض جميع أشكال العنف ضد النساء، ممكن إلا نكونوا غنصروا لهذا نتصفوا لهذا الملف ونكونوا حاضرين كجمعية، اللي لأن المسألة فيها واحد العنف اللي الحق مجموعة، هي مجموعة ديال النساء وعنده طبيعة اللي هي كتدخل في إطار التجار بالبشر والاستغلال الجنسي لهاد النساء، وأكيد ممكن إلا نكونوا مناصرين لهذا الملف كجمعية. ردود الأفعال اللي مبنية على مجموعة من الأمور اللي حنا كنعتبروها خصها تحسن في المجتمع وكنخدموا عليها كحقوقيين وكمجتمع مدني.